انا كي نحزر من طريقه حكيه، طريقه تلوليبه في الكلام، عباره عن شخص مركانتلي مستعجل. المستعجل مستعجل. اسمع اسمع، باش تكون مستعجل يعني، اذا ثم مثل فرنساوي يقول لك اذا كنت كثير مستعجل يعني تزوجها حبلة. هو مشى فعلا بسرعه في 3 أشهر يحب يصير غني. مركنتي مستعجل، اعطينا وحيده. هذا توصيف بتاع اديب صراحه. صافي سعيد كما جورج عماد وحط له كذا مركنتي مستعجل.